تم التنسيق للحملة اللي هي بين الشباب، معظم الشباب أطلقناها عبر الفيسبوك بهاشتاج بدنا أسعاف لضرورة الأسعاف مثل ما حكيت لك في المخيم، وصارت حاجة مطلبية وأساسية للمخيم إنه إحنا بدنا أسعاف. لذلك إحنا بحاجة إلى سيارة إسعاف، لأنه إذا احتاجت الضرورة لسيارة إسعاف يتم الاتصال على أقرب مواقع فيها سيارات إسعاف. كان هناك إسعاف كان بإمكان هذه الإسعاف أن نوعا ما أن تبقيها على قيد الحياة. نطاق هو في وسط الدار وما كان سيارة إسعاف في المخيم، وحملوا الشباب من هذا العيادة برضو عديهم، ويعني وصل العيادة كان في حالة غيبوبة يعني وعلى استشهاده، ولو كان في سيارة إسعاف في المخيم على السريع كان.